السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا بصحه جيده. نهار جديد وفيديو جديد، نشارك معكم واحد العشيه جاو عندي دار نتعشاو عندي الويكاند. ايوا صافي، شاركت معكم تقريبا نقولوا البنت غير واحد البانكيك واحد الفطائر وصافي. ومهم شاركت معكم العشيه ديالتي، وكنقول لكم شكرا بزاف على اخر تعاليق لانهم كانوا زوينين بزاف بزاف بزاف. الله يحفظكم يا ربي ويعطيكم كل ما كتمنوا في خاطركم. وهذا الشيء اللي كان، وغنبغي نقول لكم فرجه ممتعه. اول حاجه غادي نديرها بعدا نحيد عليا الناس من واحد الفطائر ساهي هادو، غادي نوجدهم على قبل الحريره باش ندوز بهم الحريره. هنا راني درت واحد المعلقه ديال السكر سنيده صغيره ما كبيرهاش، وهنا معلقه ديال السكر ديال الخميره تقريبا نقولوا صغيره هذه، حيت ما ماشي دوك الكبارات بزاف ياكو. وغادي ندير واحد الكاس تاع الطحين، وغادي ندير واحد الكاس تاع الماء. شو عندها العبار كاس الهنبه كاسونس، مبغاش ندير بزاف، وانا غنشوف شحال غتهز ليا ديال الطحين. واحد تقريبا واحد المعلقه ديال الزيت، شي جبنه رطبين وزوينين. وانا كنخلط هنا واحد المعلقه واحد الكويس تاع الفينو، كتجي زوينه بالفينو. هذه رفيته حطاها معكم قديمه، دابا هي طاحت في بالي مع الحليره مع شويه البطبوط. ها هو يا البنات، وغادي نخلط حتى تعجن المواد بحال العجينه تقريبا. وهنا كاس تاع الفور الصخر، في الاول درت كاس الفور وكاس الفينو، وفي التالي هنا زدت كاس ومليحه. وهنا واحد الخماره ونخلط. هنا غادي نزيد واحد نص كويس تاع الفورس، يعني في المجموع البنات جوج كيسان تاع الفورس وكاس تاع الفينو. صافي غنخلطها مزيان 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 بالبا هذا بالفوي، ما كتعجنش، غنخلطها ما يبقاش فيها الطحين، وغادي نغطيها. هذه الحشوه باش غادي نعمر هذوك الخبيزات، درتهم يخمروها هما، عمرها ما عجنتهم ما والو. هنا غادي ندير البصله وخيصه. شوفوا الحشوه ديروا اي حاجه بغيتوا، دابا هذو اللي كانوا كيقراو وليداتكم غتصيبوهم لهم في المين. انا غندير كلشي دقه واحده البنات باش ندوز لينا، نصيب شويه ديال البانكيك هكا لوليدات الصغار، شويه البغريف ومعهم شويه الملحه نخليهم ينزلوا. اللي عندي فلفله خضراء فلفله صفراء وخيزو وصيلة، هادشي اللي عندي. هنا جبت شويه الكفته 10 دراهم، ممكن ديرو ممكن ديرو هذا الشيء يقولوا ليه البنات الدجاج، ممكن ديرو الطون، ديرو اللي عجبكم. هذوك اللي كنت حاطه معاكم قبل يمكن كتمعمرهم بالدجاج. دابا انا شنو كيوقع ليا، الوصفات كندخلهم في روتينات كيتوضروا، البنات بزاف كيبغيو شي حاجه ما كيلقاوش. غادي نحاول مثلا نعود ندوز وصفه في الفيديو، ولكن نحطها غد الاخر بوحدها، مثلا ندوز لكم في الفيديو غير تشوفوها، ولا تلاحظوا كل وصفه بوحدها ومكتوبة عليها باش اللي بغاها يمشي ليها هكا نيشان. شوفوا واش يناسبكم هذا الشيء اللي قلت لكم، وكاين يناسبكم ديرها. نخليها حتى تطيح مزيان نرجع معكم. من بعد ما طابت البصله والفلفله غادي نزيد على داك شويه ديال الكفته، وغادي نزيد شويه ديال التحميره وشويه الحار. صافي هادشي اللي غنزيد، وشويه القزبر ومعجون. القزبر ومعجون صامطي عليها عاد نزيدهم. بغيتو ديرو الفرماج البنات ديرو، ملي تكونو تعمرو، ما بغيتوش خليوه بلاش باش يطلعو لنا هاكا شويه رخاصين، ما يطلعوش غاليين. ما كتجي فين كطيب هادي كتكون خمرات العجينه، غير تصبر بنضا معمر هي اللي غتحبسني تقريبا العجينه والحشوه داكشي في 10 دقائق. وبنت الحق نكونو مضمونين، ما ندخلوش فيهم عندنا الوقت اللي قطعنا فيهم هادشي. وانتوما كتقضيو في الشغل وهما قطعوهم حداكم، ولا عطيهم شي واحد وليداتكم وقف يقطعوهم حداكم. صافي البنات درت المقله كتسخن ودهنتها بشويته، ما درتش الزيت اللي على بالكم. غادي ناخذ العجينه هي خمرات، ندير يدي في الزيت نخرج من هذاك البردات، ضروري تعاونوا بشويه الزيت لحقاش العجينه راها مطلوقه بزاف. صافي
نحاول نجمع هكا ونقرصها. هاتو ساهلين وكيوجدو دغيا. انا بغيت نحط شي حاجه مالحه، المسمن غير يشد ليا الوقت، هادو ما يشدوش ليا الوقت. والبوطه تكون ناقصه باش يطيبوا على خاطرهم صافي. وعندي شويه ديال البريوات، عندي شويه الشباكيه، الله يجعل شي بركه. شوف انا ما دهنتش بالزيت، اللي بغاهم شويه مزيتين يدهن. انا راه جاو ناشفين صراحه، يعجبوني هكا ناشفين. انا حولت البنات لذاك الراس اللي مليح، كيعجبني الطياب ديالو حيت كيكون هكا مشتت، كيشد المقله كامله صافي. هنا غنبدا نحيد فيهم وغادي ندير وحدين اخرين. خليتهم البنات طابو، ماشي غير حمارو وحيدتهم، خليتهم طابو وطورت الجنيبات هكا، نكمل داكشي اللي بقى عندي ونرجع معكم. هانتوما شوف كيجيو رطبين هشاش، شوفوا ما مدقسين ما حتى حاجه. عرفتوا على الرطوبيه فيهم؟ ديك المعلقه ديال الزيت هي كتخلي مرطبين بزاف. راكم شفتوا انا راه ما رشيتهم لا بالزيت لا والو، هاكا دوقي ما تقولش لا بالملح واخا الريجيم. لا صنة تطيب يا حسنتي، رائعين البنات. غندوق بسم الله. ريحانه واقفه باعي. خرجوا ليا هاد الكمية، عطيتكم جوج ربعة، جوج ربعة، سبعة، تمنية، تسعة، عشرة، حداش، وهادي اتناش. غير داك شوية ديال الطحين والحشوة شاطت ليا البنات. هاي صافي، دابا غادي ندوز البنات نجمع هنا وندوز نقعد شوية البانكيك والبغرير. هنا باغا نطيب النهيرة شوية الحسوة بالبلبولة والنافع، غنوريها لكم بلاتي. هاهي فيها الذرة وفيها كلشي زوينه، شي مره نشاركها معكم ان شاء الله. غنديروا البنات واحد البانكيك زوين ورخيص وكيجي فن. هنا عندي شويه الفاني، كيجي منسم بالفاني زوين، وعندي بيضه وحده تكون شويه كبيره البيضه، وهنا واحد شويه ديال الملحه، وعندي هنا تقريبا واحد 3 معالق ديال السكر سنيده، يعني ما كاملش نص كاس ما كاملش. نخدم البيضه مع السكر سنيده مزيان حتى تذوب، وذوب سنيده تذوب. باش ديروا الباطور ديروا ماشي مشكل، انا حيت غير شويه غنخدم غير بالفوي. هنا عندي جوج معالق ديال الزيت، تقريبا واحد ربع كاس الزيت. شحال اقتصاديين بزاف هادو، راه تنوضوا في الصباح توجدوهم في الصباح لوليداتكم على ما تجي هكا فين يلبسوا، كيجيو زوين، كيجي المذاق ديالهم بحال الكاك. وهنا غادي ندير تقريبا واحد نص كاس ديال الحليب. هنا غادي نزيد واحد الكاس تاع الطحين البنات، العبار بكاس العنبه. شكرا للبنات اللي قالوا لي فين نقدر نلقى الفرماج ديال السطله. مشيت لبين لقيت غير داك الزرق والكري هو الزوين. ان شاء الله دابا نمشي نشري هاد العبار، تعطيكم القياس هو هذاك، حيت هو راه ما يجي لا خفيف لا ثقيل. هنا غادي ندير خماره وحده تاني نغربلها يا البنات باش نتفادى دوك الكويرات. نخلطو مزيان الدوبه البنات، هذيك الخماره والدقيق ما يبقاش داكشي، وان شاء الله نبداو نطيبو. صافي انا جبت هذه بغيت ندير فيها البانكيك، وهذه غندير فيها البغرير. طحنتو قبيله ما شاركتوش معكم ديال الفينو، هذه راه في القناه، واذا بغيتو نحطو معكم بالتفصيل. ها هو البغرير البنات، المقله تخات سخنات العافيه، ما كتكونش مهيله وما كتكونش ضعيفه. هذا البانكيك البنات نحط شويه معلقه على القياس، بالنسبه للبانكيك راه ملي تشوفوا الوجه ديالو ما تخليوش شي ينشف الوجه ديالو، غير يبان لكم من التحت تحسوا بشويه شد فراسو تقلبوه،
حيت الا بقى لها تنشف الوجه ديالو وغنلقاو من تحت تحرك. بالنسبه للبانكيك راه ما دهنتش البنات المقله، ما دهنتها ما حتى حاجه. شوفوا البنات البغرير زوين. هادو راه جاو مفشفشين وزوينين فنين فنين. انا الصراحه كنشدهم كندير لها فيهم الشوكولاط لداخل وكنسد لها هكا وكنسد هاد الجنيبات. انا نشاركو معاها كيجي زوين. صافي هي البنت راني كملت، هادي اخر وحده. جبت المقله هنا تما رديت ميها باغا نعجن، هادي راه وحده درتها كبيره وجا زوين البنات، جا فن. شوف شحال جاو زوينين وجا فشفش وبنين بزاف. انا نقول لكم شحال هاد الكميه شحال كتخرج. شوفوا ها نتوما كيتنفخ بحال الكيكه. ها نتوما شوفوا شحال تنفخ. ها نتوما البنات هذه مزال غنحلها لكم من الداخل، شوفوها كي جات. صافي انا غادي نعجن بالطبط هو الاول ونوجد البنات داك المقادير الحريره وداك الشيء عاد ندوز ندير ليا كويس القهوه حيت باقي الحال. صافي يا البنات عمرت كويستاتي، جاو الضيفان، زيدنا من كرص البطبوط. جاو بكري جاو بكري جاو بكري. انا غادي ندير الحيده البنات، ندير مع ندير فيها الشكلاط. صافي لجنات هذا بانكيك زوين. نسدو ليه من هنا باش ملي يحلوه، ولكن راه جا بنين. صافي البنات انا ما عنديش باش ندوز دوك الخطوط، غندير ليهم غير هكا. ديري الخطوط عاشق. المهم البنات المهم الديكور سمحوا لي، كتقرص البطبوط امي. يجيو الناس اختي ويعطيوك عصبات هو. شوفوا ما تسديوش على الزوار. المهم هذيكم البنات هذا شوفوا كي داير، شوفوا كي داير، شوف شوف فن. ماما خا الزواق ما زوقتش مزيان، سمحوا لي ما عنديش مع الزواق. هنا ذوب الزبيده غسيله وغندهن. شتي تصوقات لك سكون الدوان الشاي عندي هاي هذيك الرمان وهذه بطاطا خديجه مسكينة جايبة ليا بطاطا، ربي أمي علاش جايبة ليا بطاطا؟ الله يرضى عليها مزيانة كتجيب جوج كيلو قاطرة الشي. يلا حيت عارفاني مضروبة على البطاطا من بكري. الله على مزينات 160 ريال. أختي 160 140 الجديدة 140 ديك اللي ما كتقلاش. هذي ما كتقلاش. أنت ما كتقلاش؟ لا. واللي كتقلى 160. هذيك 160 وهذيك 160. لا لا حنا عندنا ديال باقا 140. لا يا كتمشي عند واحد كيغلب السوق. كتمشي عشان سوبر مارشي بحال عندنا. بحال هذا بحال هذا. مشيت عند الوجه مقاد مع هذا. البنات البغرية ديال المقلة. هنا هي البنات بديت كنقاد في الحريرة. ما درتش معكم الحريرة بالتفصيل حيت شحال مرة حاطاها وحيدتها البنات الصوت حيت كان الصداع. عرفتوا ملي كيكونوا الدراري الصغار ولادي ولاد اختي وامي وكنا كلشي كان كيدوي في الكوزينة. ودي احسن البنات حتى كتعجبني كيقولوا كل نجمع في الكوزينه. هنا درت الحريره وخشيت شويه اللحم فيها حيت اختي كتبغى باللحم، وبديت كنطيب في البطبوط. البطبوط راه قرصاتو اختي وخلاتو غليظ باش يجينا البنات بحال شكل الخبز. كبغينا ندوزوه بالحريره وهذوك الفطائر راني صايبتهم، غادي ملي بغي نحط الحريره نسخنهم يعني وجدتهم حيدتهم عليا، بقى غير البطبوط هو اللي بقى. ايوا صافي البنات هادشي اللي كاين، دوا الفيديو شاركته معاكم. شوفي ليا مي بطبوطه كيجا تبارك الله عليك بنتي جزيل. وحلي حلي شوفي كيجا جزيل كله منفوخ امي كله منفوخ. هانتوما حلو شوفي وديالاش هادي قطبان ديال القطبه اشي خليت لك الميكه تاع القطبه الكل كلش جبتي نديرها مع الحريره امي والله كاين جوجات لعندي شحال فينا دابا شي مشكل جوج حتى تجمعوا جوج ميك جا زوين جزيل الله يعطيك الصحه. شوفي كيجا البنات جزيل تبارك الله جا فين وجا مشابك امي على مزينات كل جا هكا على مزينات. انتوما البنات هديو لي غير هكا ويمشي يتباعكم. الفرماج وغادي نطلعو شوف امي شوف امي هذا هو اللي كيعجبني انا هذا حتى انا كيعجبني. شوفوا البنات بحال ديال رمضان بحال هكاك دير في الباك مسلوع ولكن انا عجنته بيدي درت ليه يدي درت فيه نيدو نيدو كيصرعو نيدو زوين درت فيها البنات جوج معالق ديال النيدو جا خطير. صافي هنا طابت الحريره وجات بنينه بزاف بزاف
والله دابا نخليكم الرابط ديال الحريره ديالتي، صراحه كتجي واعره. وقليت شويه البريوات كانوا عندي البنات في فريكو، جبدتهم ودي بانينا كانوا شويه البريوات ديال اللوز وشويه ديال الشباكيه وحطينا الطويبنا كاع. ما شاركتها معكم والله حتى نسيت، كنت بغيت نشد معكم الطبله ونسيت. وصافي هنا حنا اختي اللي كتكب. جبتي لي الشمعه؟ لا ما بغيتش نجيب حشومه. قالت لي عتاش، قالت لي ما لقيتش الشمعه. قالت لي هذا اللي شناو التاش جابت لي التاش ديال هذه، جابتها حنا لمصطفى حيت نجح في البيرمي. مصطفى راني اللي سميته. حيت هي اللي سمات مصطفى وهي اللي كانت تهزو وهي اللي رباته. لا بديتو صبيطة حمر. اييه واش قلت لك؟ واش قلت انا؟ قلت لهم هي اللي هزاتها. كنتي صبيطة. حتي طنزة. كنتي صبيطة وهي كعزيزة عليك. وهي اللي بلاش كانت كديرها لك. سميت عليه. ايوا تبقى شادة وتجي عدي على قبلو. ماشي كانت كتجي عدي انا، كتجي على قبلو هو. سعدات هو بوس خالتك. قولها الله يخليك. عاد لي راسي مسكين. عاد ميت كنديرها هكا باش مني الخصال الاولى مع اللي خدمت على الله شي لقى شي دبيليج ولا شي سنين. خلاتها الى قالت لي ندير معاك زوين. قالت لي حتى انا كبرت. وقالت لي كتقول في العيلية. قالت لي قالت لي دير فيا الخير. كتقول في الايزبلي انت اللي كبرت ديروا فيا. ولا لا كلا شي واحد اختي. ان شاء الله كلا اختي الله يخلف الله يكثر الخير ورداك في النجاح تاع ايلياس ان شاء الله. ان شاء الله يرضاك. لا ان شاء الله بكره الكطريه جيبوا لي حلوى ان شاء الله. ان شاء الله الله يخلف عليك. صافي يا البنات هنا غادي تكون نهايه الفيديو. صراحه الغد الاخر كنت صورت معكم درنا كسكسو وداك الشيء ولكن ما كملتش بالشكل النهائي ما درتوش. المهم شحال من حاجه ملي كيكون عندي كنتلف والله الا كنتلف. المهم هذا هو النهار تاعي قول لي عشيه وصافي. شاركت معكم داك البانكيك زوين دوك الفطائر تما زوينين. وغنتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر ان شاء الله في القريب. غادي نقول لكم السلام عليكم وخليت لكم الراحه وفي امان الله.